هلا بالرابعة. اليوم جينا بفيديو جديد وموضوع جديد، كيف تاخد $1,000,000 بالساعة من لعبة زكروتو. موضوع كتير بسيط وكتير منكن ما بيعرفه، وثلاث ارباع اللعيبة القوية بهاللعبة بيعملوه بس ما حدا بيخبر. ف هلا انا ليفلي 1149، فهذا الشيء بيساعد. فاذا كان لفلك ب 300 400 معلش يعني، بس ما حتاخد مصاري قد. ف منروح على البروفايل، منروح على البايلوت، منروح على هاي ايكون بوينت، ومنحط كل الوحدات كل البوينت على الغنى. اول وحده فيك تحطها على الشهرة مثلا، هي تاني وحده بالصور تاخد فولور، لا فولور اكتر يعني على كل سباق. مثلا اذا عم تقروا في ناس على الجانب، هلا بكل سباق عم يطلع لي 15%، فهلا حزيد حزيد وتشوفوا قديش على كل سباق بيطلع لي نسبة. صرنا ب 30%، على كل سباق بيطلع لي 38%. يعني لنفترض هذا السباق المشهور، هذا ما بياخد فيه 315، انا بالعادة بياخد فيه 500 الا شوي، يعني 480,000. فيعني شوفوا الفرق قديش هو كبير. فحنعمل نحن هيك سباق شوي مش كتير طويل، ولحتى تعرفوا شو قاصد. فخلينا نحن نجي السباق بطيء، هذا هنعمل هالسباق وتشوفوا قديش هياخد مصاري. فينا نحطه على الشهرة بناخد فولور اكتر، يعني بدل ما ناخد 1,000 مصور ناخد مثلا 5. يعني بالسباقات الكبيرة بتفرق اكتر، هون حيفرق كم 1,000 بس، بالسباقات الكبيرة حتفرق اكتر. هنعمل هالسباق بهالسيارة العظيمة، هاي الماستنج 1996 بعتقد، لا 69 على ما اعتقد. فيعني السيارة مش شينة ابدا، انا عليها تعديلات الارض. طبعا مثل ما عم تشوفوا في عنا سيارات غير يعني مرسيدس كورفت، يعني سيارات مش شايني ابدا، فان شاء الله نربح. بس بما اني معدل على الاخر لهي السيارة فاكيد هاربح وربح صاحب. وإذا بدك تعمل هالسباق وتربحه عن جد بطريقة كتير سريعة، بدك تعمله على الموتوسيكل أو السيارة. عرفتوا علي كيف؟ وهلا بناخد هيدا لأنه بيوفر وقت. بنعطيها هيك ومنقصر لها، اوكي، وما بنترك طاولة إلا ما بناخدها معنا. كتير منيح. صرنا بال50% تبع السباق. هلا يمكن حطوا لنا انه نحن بناخذ 22,000 على السباق، فهلا شوف قديش حاخذ. بعتقد بال32، يعني حيزيدوا لي مصاري 30%. ف شو رايك؟ يا رباه. وهيك خلصنا السباق، خلينا نشوف قديش حيطلع لنا مصاري. ثلاثين ألف، يعني من 22 ل 30,000، يعني زيدوا لنا 8,000 بهالعدد القليل. فما بالك بمثلا 315,000، بصيروا فعلا يعني نص مليون الا شوي.
بدك تشتغل على هون النقاط. بالفيديو الجاي حخبركم كيف تشتغلوا على القطع تبع السيارة، فيها تساعدك كتير لحتى يصير عندك مصاري أكتر وشهرة أكتر. فاعطونا لايك وكومنت وشير، خلينا نصوركم الفيديو الجاي. واعطونا رأيكم بالسيارة ومنشوفكم بالحلقة الجاية اللي بتتكلم عن القطع، كتير حتستفيدوا منها.